ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد. بقى لي اسبوع تقريبا بجرب الايفون 14 برو، احدث وافضل موبايل من ابل، وفي الفيديو ده خليني كده اشارك معاكم انطباعاتي الاوليه عن الموبايل. بس قبل ما نبدا الفيديو كالعاده ما تنسوش تعمل لايك وشير الفيديو، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم جديد الفيديوهات. يلا بينا. اول حاجة هتلاحظها في الموبايل ده اول ما تخرجه من العلبة بتاعته هو انه موبايل تقيل مش خفيف تماما، والحاجة دي هتلاحظها لو انت جاي من موبايل مش من موبايلات البرو بتاعت ابل. كمان هتلاحظ ان حجم الكاميرات بتاعت الموبايل كبير جدا، ودي حاجة واضحة جدا، والكاميرات هتخطف عينك اول ما تمسك الموبايل. ودي مثلا مقارنة بين حجم كاميرات الايفون 12 وحجم كاميرات الايفون 14 برو، الفرق كبير جدا. وطبعا لو بصيت لوش الموبايل هتشوف الديناميك ايلاند، ودي اكتر حاجة هتخطف عينك اول ما تبص لوش الموبايل. ولكن هتلاحظ فرق واضح جدا في حواف الموبايل، انها بقت ارفع، والكورنرات كمان بقت دائرية اكتر بشكل واضح. بالنسبة بقى للديناميك ايلاند فانا عندي شوية ملاحظات عليها، هي مخليها شكل الموبايل مستقبلي اكتر، بس هي حجمها كبير زيادة عن اللزوم. بالنسبة بقى لمدى عمليتها فالميزة دي انا شايف انها حاجة روشة اكتر ما هي حاجة عملية هتستخدمها فعليا، ولكن عاجبني ان ابل بتستغلها في حاجات كتير في النظام، زي مثلا لما توصل الشاحن او تعمل الموبايل سايلنت بتديك انيميشن حلو جدا. وبسبب سلاسة الانيميشنز بتاعت الديناميك ايلاند ابل نجحت جدا انها تحسسك ان الديناميك ايلاند دي جزء من السوفت وير، مش مجرد شكل وحش في الهاردوير. وطبعا الموبايل سلس جدا، وحاسس ان هو اسلس بشوية من الايفون 13 برو، مش عارف، بس الموبايل سلس وسريع جدا. كمان اول ما تمسك الموبايل ده هتحس بفرق في سطوع الشاشه، الموبايل ده ساطع جدا. كمان الموبايل بيقدر يوصل لحد 2000 نتس سطوع تحت اشعه الشمس المباشره، وتقريبا ده الموبايل الوحيد اللي بيقدر يعمل كده. ولكن عشان الموبايل يقدر يوصل ل 2000 نتس لازم تكون مفعل الاوتو برايتنس. اما بالنسبة للالويز اون ديسبلاي فاكيد سمعتوا انها منورة اكتر من اللازم، ودي حقيقة، بس هي مختلفة في شوية حاجات. يعني مثلا لما تفعل الميزة دي الشاشة بتعمل ديمينج، وكمان بتطفي لما تحط الموبايل في جيبك، ولكن مش ده المميز فيها من وجهة نظري. اهم ميزة فيها انها بتفتح الموبايل اول ما بتعمل سوايب، ومش لازم تنور الشاشة. ولكن بصراحة انا قفلت الميزة دي من اول يوم لانها بتسحب كتير من البطارية. من الحاجات كمان المميزة في الموبايل ده واللي هتنبهر بيها اول ما تسمعها هي التجربة الصوتية بتاعت الموبايل. خلونا نسمع صوت الموبايل شكله عامل ازاي. طيب الكاميرات، انا ناوي ان شاء الله اعمل فيديو منفصل عن الكاميرات، هتكلم فيها عن كل حاجه تخص الكاميرات بتاعه الموبايل. ولكن اللي لاحظته من التجربه الاوليه ان التفاصيل بتاعه الكاميرا ممتازه جدا، والكاميرا بشكل عام ممتازه جدا، وبتقدم لك تفاصيل في كل صوره بتصورها تقريبا. الموبايل ده اي صوره هتصورها باي كاميرا من الكاميرات هيطلع لك تفاصيل ممتازه جدا، ودي شويه نماذج لصور صورتها بالموبايل. وبس كده يا جماعه، لحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعمل لايك وشير الفيديو لو عجبكم، كمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم جديد الفيديوهات. سلام.